تقول: ما الحكم إذا كان عادة أهل البلد أنهم يجتمعون في منزل المتوفى للعزاء، كما أنه من عادتنا لبس المرأة للسواد أثناء الحداد، وهل يجوز للمرأة أن تحد على أقاربها 3 أيام كالأب أو العم أو الخال؟ أما الاجتماع تحديد المكان والزمان فهذا سبقت الإجابة عنه طيب السؤال الذي قبله، طيب وأما لبس السواد فهو غير مشروع بل هو بدعة، وامرأة المتوفى تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة، سواء كانت بلون السواد أو الحمرة أو الخضرة، فليس للعزاء أو ليس للإحداد وأيام المصيبة ليس لها ثياب خاصة، فلبس السواد هذا من عادات الكفار، وقلدهم من قلدهم من المنتسبين للإسلام وهو لا يجوز. وأما إحداد المرأة على غير الزوج فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3، ما شاء الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم.